كيبيعوا الطوارات، كيبيعوا لكم الطوارات. الطوارات اخويا كنعطيهم فابور، ما كنبيعوش حنا الطوار. انت اللي زرفتيني اخر دوره كانت معاك انت، وانت اللي خرجتي عليا باش درنا ديك الدوره، اما كنا ما نديروهاش، وكانت اول واخر دوره درنا. انت اخويا اللي كتدخل مع المغاربه، انت اخويا اللي دار لهم تما الاستشاره 600 درهم 300 درهم وقال كتحلب من المغاربه. بغيت تجيب لي مغربي واحد حول لي درهم، غنسد انا هاد الانستغرام ونسد كلشي ونمشي بحالي. نعطيك 10 المليون درهم شيك، نقول لك هاك تستاهلها لانك راجل. هذاك السم اللي فيك العيالات وحق رب ما كنشوفهم مسامين، وحق الرب ما فيهم السم. حنا اخويا راه كننفعوا المجتمع، خدامين ليل ونهار، خالقين عدد ديال الوظائف، أمة ديال الأسر خدامة معانا. فرعون وبرقل وداكشي درنا واحد البيك إمباكت، اللي أنا كنت كونطرا الفكرة، وما عمري كنسبها لراسي، وديما كنسب العمل لصحابه، ما كنشفرش لعباد الله ديالهم ونسبوا لراسي. وحنا خدامين ومقاتلين، وكيجي واحد ولد البلاد تيبغي يبعثر لي كلشي. راه تبغي تخرمز الصورة، والصورة الحمد لله راه واضحة والسلسلة هادي تنزل. كان عنده واحد الطومين بسميت عائلته كندير فيه سيت ديال البورنو. راك ما عارفش المجتمع وغالط في المجتمع، راه كاينين شي ناس لا حول لهم ولا قوة. دابا اليوم بزاف الشباب كيتواصلوا معايا تيقول لك خويا حتى انا بغيت ندير سيت تاع البورنو، شكون اللي روج للدراري وليو يقادو سيت تاع البورنو؟ تتجي انت كتقول لهم لا راه داكشي بالبورنو، كاع دوك الفلوس اللي دار كاملة بالبورنو. يعني شنو كدتي؟ كتخلي الشباب كتدخلهم الفكرة تيمشيو تيحلوا مواقع البورنو، وانت هو السبب. ومن جهة حاقد، راه بنادم راه عارفك حاقد، ما عندكش باش تنكره. واش كاين شي واحد ما حقش كيز التليفون يتصل بهادي وعندك ويتصل بهذا؟ كننسى لك داكشي ديال 2013 و2014 وكننساو داكشي اللي فات. ولكن راك حاقد، هي كنحاول الحقد ديالك ندورو لك شي جهه اخرى تمشي تقابل شي شغل. اما اخويا من جهه تيدخل مع المغاربه انا كندخل المغاربه، كاين فرق. انت اخويا اللي كتدخل مع المغاربه، انت اخويا اللي دار لهم تما الاستشاره بجوج دريال دوزو عندي 500 درهم 300 درهم وقال كتحلب من المغاربه. اما انا نتحداك الصاد، نتحداك تجيب لي واحد حول لي درهم تيبيعوا الطوارات. انا كنبيع الطوارات، اخر دوره كانت معاك انت، وانت اللي زرفتيني وتمنيت كل ما لقاتناش كاع عليا متهنينا. انت اللي زرفتيني وانت اللي خرجتي عليا باش درنا ديك الدوره، اما كنا ما نديروهاش، وكانت اول واخر دوره درنا. وديك الساعة جي من وراه، جي من وراه، كان داكشي 2013، جي من 2013 من وراه وانت باجي. ومن 2014، من 2014 تم جاي جيب لي مغربي واحد، مغربي واحد حول لي درهم، درهم، بغيت تجيب لي مغربي واحد حول لي درهم. غنسد انا هاد الانستغرام ونسد كلشي ونمشي بحالي. كيبيعوا الطوارات، كيبيعوا لكم الطوارات، الطوارات اخويا كنعطيهم فابور، ما كنبيعوش حنا الطوارات. تيبيعوا لكم جيب لي مغربي واحد حول لي درهم، نعطيك 10 المليون درهم شيك، نقول لك هاك تستاهلها لانك راجل جبتيها. ما تلقاش، ولكن انت اجي اللي كاع عليك بزاف ديال المغاربه تيحولوا كاس كتبيع لي تما الاستشاره كذا كذا كذا، كاس كتاخذ فلوس عباد الله. اما انا كنعطي لعباد الله، نجيب لك بالادله ملايين الدولارات كنحولوها سنويا للمغاربه. ما تقدرش، هادشي اللي بغيت نصنع منك ممكن تدير 10 المرات ديال الشيء اللي كندير، ولكن ديتها في الخوا الخاوي، ديتها في الهضره الخاويه، ديتها ضيعتي حياتك وباقي مقابل لي داك الحقد. واش فيك الحقد اصاحبي؟ سير خرجو في الخدمه، سير فيد به المجتمع. اش اللي كنديرو حنايا؟ ما كنبقاوش كنترادو، وما يجيش دابا تنقول لك انت وانت وانت، انا بغيتي ندوز للمحكمه. واني دابا عطيتك حتى مناش تشدني، سير اخويا دير بيا دعوه ديال هذا نصاب كبير. قال لك اخويا راه كيحول المغاربه ملايين، الشركات ديالهم كتحول المغاربه ملايين الدولارات سنويا. سير دير دعوة، وديك الساعه غادي نعرفوا شكون هو النصاب. حنا اخويا راه كننفعوا المجتمع، خدامين ليل ونهار، خالقين عدد ديال الوظائف، امه ديال الاسر خدامه معانا. فرعون وبرقل وداكشي درنا واحد البيك امباكت، اللي انا كنت كونطرا الفكره، وما عمري كنسبها لراسي. اليوم هذا تنقول زوه، وديما كنسب العمل لصحابه، ما كنشفرش لعباد الله ديالهم ونسبوا لراسي. ونجلس ندوي بها، انا كنفهم في حاجه وحده، ما كنفهمش في كل شيء، وما تيستشروش معايا الناس في كل شيء. بغيتي تدو في الايكوميرس والانترنت ماركتينغ؟ مرحبا نجاوب. شي حاجه اخرى كنجاوب لا اخويا ما كنفهمش، ماشي كنبقى نجاوب هنا وهنا وهنا وكندوي في كل شيء وكنفهم في كل شيء، والمشكله ما عندكش حتى شي معطيات، كون جلستي شويه ما تلقاش. قال لك قالوا بلي الدراري في الطرون ربحوا مليون زوف دار، شت الهضره، شت التخوار هذا. وحنا خدامين ومقاتلين، وكيجي واحد ولد البلاد تيبغي يبعثر لي كل شيء. راه تبغي تخرمز الصوره، والصوره الحمد لله راه واضحه والسلسله هادي تنزل، وديما كنشاركوا مع بنادم من الاخر تجي من سابعا، لان كلشي كيتفضح مع الوقت. كما تنقول لك ملايين الدولارات، هادي راه كلمه ما ساهلاش. اللي انت شتي مليون ديال الدولار، وطاطا وفينا هما هذوك اللي قال لهم مليون ديال الدولار، عندهم مليون ديال الدولار، لان انت باقي اصاحبي كتجفف في الارض، باقي كتجفف، باقي كتجفف في الانترنت، انت خدام تتجفف كتجفف في الانترنت، هادشي اللي تدير.
باغي كانت تطلع باغي تطلع للفوق تحكم تولي انت هو المدير، ولكن انت باقي شاد الشفاف ديال السما يا تيديروا ملايين الدولارات. قلت لك قرا الكاسول، علاش بقى فيك الحال ملي قلت لك كاسول؟ علاش بقى فيك الحال؟ عرفتي علاش؟ حيت انت حاقد حاقد وفيك صاحبي واحد السم وحق الرب ما شفتو في العيالات، قسما بالله داك السم اللي فيك العيالات وحق الرب ما كنشوفو مسامين، وحق الرب ما فيهم السم ديالك. لان اخويا راه ما عمري شفت شي مرا طرا بيني وبينها شي مشكل ومشات ما بغاتش تنساني. شنو درت ليك؟ تابعني في الحياه. الو حنان امجاد عندك طططط دواسه؟ هاد الهضره الدواسه راه قلتيها لي اصاحبي راه من 2013 تزعوج دواسه طططططط. الو سويل شديني؟ الو ما خليتيش من اتصلتي. دارت السنين وجات حنان امجاد. الله يعمرها دار ديك السيده، الله يعمرها دار. خويا سيمو رد بالك، واحد جوج ثلاثه داز دابا عامين على هادشي يشير نقول لك طططط. وهذاك راه اصلا دار معايا واحد جوج ثلاثه كذا 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 كذا. سويل شاديني نفس القضيه، دازت السنين، داز شي 3 سنين 4 سنين. قال لي خويا سيمو انا نقول لك واحد القضيه، هذاك السيد كان اتصل بيا قال لي واحد جوج ثلاثه طططط وراه كلشي الحمد لله. شي ملي كتكون معقول يقدر تخسر لي السمعه اليوم، ولكن راه كلشي كيتعرف غدا كلشي. وانا راه ما قالش هنا نهار ولا ليل، انا راه جالس هنا حتى نهار نموت، انا راه كاين لك هنا ديما. كنقول لك وكنعاود نقول لك دير شي حاجه تستافد بها انت وفيد بها المجتمع، لان المجتمع محتاج ناس اللي قادرين يتحركوا عندهم لينيرجي. عندك لينيرجي خاسرها في الجهه الغلط، تنوض دير شي حاجه حتى انت تولي تحول. انا نحول ملايين الدولارات للمغاربه من على برا تدخل بعملة الصعبه، وحتى انت تدخل عشرات المرات داكشي اللي كندير. للاسف ما درتيش. اشنو درتي لهاد البلاد؟ والو. بارابور شنو ممكن دير لهاد البلاد؟ بزاف. اشنو درتي؟ والو. ضايعين فيك من الاخر. وملي كنجي كندوي معاك بحال هكا شنو كدير؟ تنوض تجاوبني انايا. حكا انا عندي جوج ولاد وما عندوش الولاد لانه ما قادرش يولد. يا ودي النقاش، يا ودي شوف المستوى النقاش فيك. انا ما قادرش نولد. قول سميتي وولاد الجمله هادو نتلاقاو في المحكمه. ما كتقول سميتي كتبقى فاض، فهمتي؟ بغيت انا نفريو هذا الشيء من الاخر، وباغي نشوف فيك يا دير شي حاجه يا اجي نتلاقاو في المحكمه ونساليو حنا هذا النقاش هذا نحطوه عند حد ونسالي. لا واحد عنده دومين نيم كان عنده، كان عنده اللي كانت عندي كنت نقرا في السيزيان شحال دازت العدد ديال السنين. كان عنده واحد الدومين بسميت عائلته كان داير فيه سيت ديال البورنو. هذاك واحد خونا بحالك كان تيقرا معنا في نفس الليسي ديما تيهاكي ليا الدومين لان انا كنت حمار وتيربطو بحال هكا. وشحال كيبقى هكا؟ واش كاين شي واحد حل سيت البورنو سيمانه جوج وتيعاود يرجع تنعاود نتقاتل معاه الرطو تيبقى شهر؟ هادو هما المدات. واش كاين شي واحد كيحل سيت تاع البورنو سيمانه وجوج ولا شهر؟ واش كاين شي واحد كيحل سيت تاع البورنو اللي كيحلو وشحال الربح؟ راه انت هو اللي اديتي الفساد للمجتمع لانك تقول لهم هاد السيت كيربح من سيت البورنو. دابا اليوم بزاف الشباب كيتواصلوا معايا تيقول لك خويا حتى انا بغيت ندير سيت تاع البورنو. شكون اللي روج للدراري وليو يقادو سيت تاع البورنو؟ انت اخويا انا انت مكفاجي وسر المحكمه، سر المحكمه جري. انا تنقول لك انت اخي رغيب هو اللي خليتي الشباب يديروا سيت تاع البورنو، انت جري. راك ما عارفش المجتمع، راك ما عارفش المجتمع وغلط في المجتمع. المجتمع راه كاينين شي ناس راه لا حول لهم ولا قوه، وانت كتجي كتقول لهم هاد السيد هذا اللي مصوفي وبخير وكذا واللي تيبان لكم الطوب راه هي بسيت تاع البورنو. فين هو هاد سيت البورنو؟ شحال دخلنا من هاد سيت البورنو اخي؟ كاين سيت تاع البورنو حل السيمانه، شحال دخل في السيمانه هاد اللي هكا واحد بحالك بنفس العقليه ديالك ديال اجي نسوه السمعه ديال هاد خونا هذا في الليسي؟ راه دارت ليه بزاف المشاكل في الليسي. واش كاين شي واحد عباد الله تيقرا في الليسي؟ ترجع ليا للتاريخ كيقرا في الليسي. واش كاين شي واحد كيقرا في الليسي وحال حال سيت تاع البورنو بسميتو وتيدخل الليسي؟ راه تضحكوا عليا التلاميذ اصاحبي، راه هادشي لان داك خونا بغى يشوه ليا سمعتي بحالك تماما. واش كاين شي واحد داخل زعما هذا فخر هذا تجي انت كتقول لهم لا راه داكشي بالبورنو كاع دوك الفلوس اللي دار كامله بالبورنو؟ يعني اشنو كدتي؟ كتخلي الشباب كتدخل لهم الفكره تيمشيو تيحلوا مواقع البورنو وانت هو السبب.